متابعه تلفزيون اليوم السبع اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاقتصاد ببساطه معاكم احمد يعقوب في حلقه النهارده هنتكلم عن تفاصيل قرار البنك المركزي الامريكي الخاص بسعر الفايده على الدولار وانعكاس ده على اسعار الذهب سواء في الاسواق العالميه او هنا في مصر في الاسواق المحليه الحقيقه طبعا منذ قليل انتهى قرار البنك المركزي الامريكي او الفيدرال ريزيرف اللي هو البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وتم تثبيت اسعار الفايده للمره التالتة على التوالي يعني ده الاجتماع رقم ثلاثة على التوالي ليتم تثبيت أسعار الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية عند مستوى خمسة وربع في المية وخمسة ونص في المية ده الفايدة على الدولار في أمريكا الحقيقة طبعا أعلى شهادات على الدولار موجودة هنا في البنوك المصرية في في مصر 36 بنك طبعا البنك الأهلي المصري راعي برنامج الاقتصاد ببساطة عنده شهادة اللي هي 7% دي 1000 دولار ومضاعفاتها تقدر تشتري 10 شهادات ب 10000 دولار لو انت عندك مصادر دخل بالدولار الامريكي او انت مقيم في الخارج تقدر تشتري الشهادات دي وعلى ال 10000 دولار نسبه الفايده 7% في المية. يعني 700 دولار سنويا ودي شهاده مدتها ثلاث سنين والفائده بتاعتها بتبقى كل آه يعني كل ثلاث شهور بتاخد الفائده على الشهاده دي. آه خلينا نقول حاجه مهمه كمان ان آه اسعار الفايده على الدولار من الاجتماعات المرتقبه للبنك المركزي الامريكي وطبعا كل اسواق المال والبورصات وكل آه المهتمين بالشان الاقتصادي في العالم وطبعا منهم آه الجمهور العادي اللي هو بيشتري الذهب بيبقى مهتم باسعار الفايده. يعني في علاقة عكسية سواء تثبيت أسعار الفايدة على الدولار أو خفض مستوى الفايدة على الدولار بيبقى في علاقة عكسية مع الذهب والذهب بيرتفع في البورصات العالمية بشكل سريع اللي هي العقود الآجلة والعقود الفورية لأسعار الذهب وبالتالي بعد قرار البنك المركزي الامريكي بتثبيت سعر الفايده على الدولار عند مستوى 5.5% على طول الذهب شهد ارتفاع في الاسواق العالميه والانصه او الاوقيه سعر الاوقيه سجل 2000 دلوقتي واحنا بنتكلم 2014 دولار للاوقيه والاوقيه دي وزنها 31.1 من عشرة جرام اسعار الذهب انعكست هنا في الاسواق المحليه هنا في مصر سعر الذهب عيار 24 سجل 2840 جنيه للجرام يعني سعر الذهب عيار 21 2840 للجنيه للجرام وطبعا بيضاف عليه آه ضريبه القيمه المضافه والدمغه والمصنعيه آه لما بتشتري مشغولات ذهبيه او آه اي حاجه خاصه بالجنيه الذهب اللي هو هنا برضو عيار 21 الجنيه الذهب هنا في مصر احنا بنتكلم دلوقتي بسعره آه 23000 جنيه وطبعا متوقع استمرار ارتفاع اسعار الذهب خلال المرحله المقبله مع اشارات الاحتياطي الفدرالي الامريكي ان هو هيبتدي في 2024 خفض آه للفايده ثلاث آه مرات يعني كل بنك مركزي في العالم ومنه البنك المركزي الامريكي بيعقد اجتماع اسعار الفايده ثمان مرات في السنه يعني كل شهر ونص في اجتماع وفي اشارات في خلال ثلاث اجتماعات في 2024 على مدار السنه كلها ان يتم خفض اسعار الفايده على الدولار ثلاث مرات يعني احنا بنتكلم تقريبا هيبقى ما بين 75 من 100% في او واحد في المية نسبة الخفض على الفايدة على الدولار خلال 2024 يعني احنا بنتكلم دلوقتي سعر الفايدة خمسة ونص في المية هتنزل لي اربعة ونص في المية مع نهاية 2024 وده طبعا بيدي يعني مزيد من القوة ومزيد من الارتفاعات في اسعار الذهب لان زي ما قلنا العلاقة عكسية اول ما يكون في تثبيت الفايدة على الدولار او خفض الفايدة على الدولار اسعار الذهب بترتفع في البورصات العالمية واهمها بورصة لندن للمعادن او لندن ميتال اكسشينج ودي البورصة الرئيسية لتحديد اسعار المعادن النفيسة ومنها اسعار الذهب. اخر تحديث لاسعار الذهب النهارده واحنا بنتكلم دلوقتي في استجابة فورية لقرار البنك المركزي الامريكي بتثبيت الفا... الفا... الفايدة على الدولار ل 5.5% في ارتفاع في اسعار الذهب عالميا سعر الاوقية 2014 دولار للأوقية اللي هي وزنها 31.1 واحد من عشرة جرام سعر الذهب عيار 21 هنا في مصر الجرام بيسجل آآ 2840 جنيه لاول مره في تاريخه وطبعا سعر الذهب كمان آآ عيار اربعة 24 ب 3240 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب اللي وزن الجنيه الذهب طبعا بيبقى 8 جرام وبيكون عيار واحد 21 سعر الجنيه الذهب دلوقتي بشامل ضريبه القيمه المضافه والدمغه والمصنعيه آآ الف جنيه. والمعدن النفيس او الذهب هو الاستثمار الامن في السنوات المقبله نظرا لفي زياده في الطلب عليه سواء من الافراد عالميا كل المواطنين دلوقتي في العالم بيلجاوا للذهب في وسط التوترات الجيوسياسيه اللي بيشهدها المناطق كثيره في مختلف دول العالم وبالتالي الناس بتروح تشتري على يعني بتقبل على شراء الذهب بشكل اساسي وطبعا البنوك المركزيه كمان عشان تعزز احتياطياتها من المعادن النفيسة ومن العملات بتبتدي تشتري برضو يعني مئات الأطنان من الذهب على مدار العام الحالي 2023 ومتوقع 2024 مئات الأطنان بيشتريها البنوك المركزية في العالم وطبعا الطلب بيبقى عالي وبالتالي بيرتفع السعر عيار الذهب عيار 21 بيسجل دلوقتي 2840 جنيه للجرام وده طبعا مدفوعا بارتفاع اسعار الذهب في البورصات العالميه استجابه لتثبيت البنك المركزي الامريكي لاسعار الفايده على الدولار عند 5.5%. حلقات الاقتصاد ببساطه بتاتيكم عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر تلفزيون اليوم السابع وكان معاكم احمد يعقوب الى اللقاء.